ما جاء في المصورين. إذن التصوير خلق وإبداع وتعدي على جانب الربوبية. وأول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين. إذن الغرض صحيح، محبة الصالحين هذه غاية، الوسيلة محرمة، الغاية لا تبرر الوسيلة. إذن الغاية محبة الصالحين والوسيلة تصوير، صوروا ومثلوا تماثيل، ثم عكفوا على قبورهم، ثم طال عليهم الأمد وفقد العلم فعبدت من دون الله. نسأل الله العافية والسلام. نعم، الباب اللي يلي.